حياكم الله. الكل شاف هذه المركبة في وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن يا ترى شو تفاصيلها؟ اليوم بنشرح وبنسلط الضوء على نظام النقل الجماعي الكهربائي واللي يأتي ضمن جهود الدولة لتقليل الانبعاثات الكربونية وضمن جهود دائرة البلديات والنقل عبر مركز النقل المتكامل في أبوظبي. تعالوا نشوف التفاصيل. نحن موجودين في مركبة ART، نظام النقل الجماعي صديق للبيئة، يعمل بالطاقة الكهربائية. هذه هي المركبة التي تتسع إلى 200 راكب، وضمن المرحلة التجريبية في إمارة أبوظبي. هناك 3 مركبات في هذا النظام وفي هذه التجارب، تعمل من يوم الجمعة وحتى يوم الأحد من 10 صباحا وحتى 2 بعد الظهر. أكثر من 20 محطة يتم إيقاف هذه المركبة فيها، ويمكن معرفة خط السير من خلال اللوحات والشاشات داخل هذه المركبات أو عبر محرك البحث جوجل. يعمل كذلك من جزيرة الريم إلى مركز المارينا مول التجاري، مجانية في المرحلة الأولى ضمن عمليات التجارب. تعمل بسرعات تقريبا تصل إلى 90 كيلومتر في الساعة في الطرق العادية في إمارة أبوظبي، وأيضا يمكن شحن هذه المركبة كاملا في خلال نصف ساعة.